بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 72 فيما بين الهلالين، هلال الدخول وهلال الخروج. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله جعل الأهلة لأجل أن يعرف الناس مواقيت عباداتهم ومواقيت معاملاتهم. الشهر يعرف بالهلال دخولا وخروجا، لا يجوز لأحد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ويقول هذا من باب زيادة الخير أو يقول هذا من باب الاحتياط. الله لا يقبل الزيادة، وإنما يقبل من عباده ما شرعه لهم. أما أنهم يزيدون شيئا من عند أنفسهم، الله جل وعلا لا يقبله. لا يجوز للإنسان أن يزيد على ما شرعه الله ويصوم قبل رمضان يوم أو يصوم يومين ويقول هذا زيادة خير. نقول لا، هذا زيادة شر وليس خيرا. الخير فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. والله أمرك أن تصوم إذا دخل الشهر، ونهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم قبل دخول الشهر وتقول هذا زيادة خير أو هذا احتياط أو ما أشبه ذلك. فيجب على المسلم أن يعلم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل له صوم، يعني كان يصوم شعبان، يصوم شعبان مثلا، فإنه يصوم قبل رمضان، لأنه ما قصد أن هذا من رمضان، وإنما قصد أنه يصوم تطوعا. أو إنسان يصوم الاثنين والخميس وصادف أنه يوم الاثنين أو يوم الخميس جاء قبل رمضان، فهذا يصوم على ما جرت عادته به، لا على أنه تابع لرمضان. يصوم له صوم، له صوم يعني صوم تطوع، من عادة أنه يصوم الخميس والاثنين أو يصوم 3 أيام من كل شهر أو يصوم من شعبان، لأن صيام بعض شعبان أو أغلب شعبان مستحب. إذا كان هذا هو المقصود فلا بأس. أما إنه ما هو من عادته يصوم، ولكن لما أقبل رمضان ولا بقي عليه إلا يوم أو يومين أراد أن يصوم استقبالا لرمضان، هذا هو المنهي عنه. في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الذي يصوم اليوم الذي من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قد عصى أبا القاسم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن كنيته أبو القاسم. هذا مثل الحديث الذي قبله: لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين. عمار يقول إن الذي يصوم يوم الشك أنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال لسبب منع رؤيته كالغيم والقتر، فلم يرى، ويحتمل أنه موجود لكن حال دونه غيم أو حال دونه قتر لم يرى، فهذا اليوم 30 من شعبان يحتمل أنه من شعبان، تتمة شعبان، ويحتمل أنه من رمضان، فهو محل شك. والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما. في هذا اليوم الذي يحتمل أنه من رمضان ويحتمل أنه من شعبان تكملة شعبان، هذا لا يجوز للإنسان أنه يصوم فيه. فمن صامه فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تقدم رمضان
بصيام لم يؤمر به. أما إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين مع صحو الجو وعدم المانع هذا لا يصام بالإجماع، لأنه واضح أنه من شعبان. إذا كان الجو صافي ولا فيه قطر ولا فيه غيم ولا فيه وكل الناس ما رأوه هذا دليل على أنه من شعبان، هذا لا يصام من باب أولى. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، هذا واضح، هذا مثل الأحاديث السابقة، مؤكد منه صلى الله عليه وسلم تأكيدا بعد تأكيد، لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني هلال الدخول، وليس المقصود حتى تروه كلكم، بل إذا رآه واحد من المسلمين يكفي. إذا كان هذا الواحد ثقة عدل وأخبر أنه رأى الهلال فإنه يكفي عن الجميع، رؤية الواحد تكفي عن رؤية الجميع فيصومون، بدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال أي هلال رمضان، ترأوه يعني كل واحد نظر إلى الأفق يتراءون الهلال لعلهم يرونه، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. هذا فيه دليل ويفسر قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه، أن يراه بعضكم ولو واحد، إن هذا يكفي. وفي الحديث الآخر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى هلال رمضان، أعرابي يعني بدوي من البادية جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هلال رمضان، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا. هذا واحد، ابن عمر واحد، وهذا الأعرابي واحد، ولما أخبر كل منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال أمر الناس جميعا أن يصوموا، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، أي يراه ولو واحد منكم، ولا تفطروا يعني من رمضان حتى تروا هلال شوال، حتى تروا. فعلق صلى الله عليه وسلم الصيام والإفطار برؤية الهلال. هذا فيه رد على الذين يطلبون اليوم، يطالبون اليوم بأنه يصام على حساب الفلك، يقولون صوموا على حساب الفلك، حساب الفلكيين، وهذا غلط، هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، حساب الفلك لا يصام عليه وإنما يصام على الهلال، لأن حساب الفلك يخطي ويصيب، يخطي عمل بشر، والهلال ما في خطأ، الهلال واضح، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، بل علق الأمر برؤية الهلال، فإن رأيناه صمنا وإن لم نره لم نصم، ولم يقل صوموا على الحساب أو حساب الفلك، لأن حساب الفلك يخطي والهلال لا يخطي، ولأن الهلال يراه كل أحد، يراه الحضري والبدوي والمتعلم والعامي، هو أمر ميسور يحتاج إلى كلفة، وأما الحساب الفلكي فهو صعب يحتاج إلى كلفة ولا يعرفه كل أحد، ولا يتوفر للناس في كل زمان، ما يتوفر لهم الحساب الفلكي،
يمكن يكونون في بادية أو في محل ما فيه حساب فلكي يتركون الصيام. الله جعل الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. نحن ما كلفنا إننا ندقق ونحسب، ما كلفنا بهذا. قيل لنا إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا تيسير على الناس وأيضا ضمان لعدم الخطأ، لأن رؤية الهلال واضحة ما فيها خطأ، خلاف العمل البشري يخطي كثيرا ما يخطي. والدين يسر ولله الحمد، ليس فيه حرج، يصلح لكل زمان ولكل مكان. ما هو كل الناس يعرفون الحساب، بل ما يعرف الحساب إلا نوادر من الناس مع ما فيه من الخطأ. فالله جل وعلا لم يكلفنا بأن نعمل بالحساب الفلكي. لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا يعني من رمضان حتى تروا الهلال. فصار صيام رمضان ما بين الهلالين، هلال الدخول وهلال الخروج. والشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. فإن رؤي ليلة 30 وجب الصيام، وإن لم يرى ليلة 30 فإنه يكمل الشهر 30 يوما. إن رؤي يكون الشهر 29، وإذا لم يرى عندنا علامة ثانية، يمكن يقول ما يمكن يحصل مانع من رؤية الهلال، مانع من رؤية الهلال مش نعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا علامة ثانية بدل الهلال، وهي إكمال شعبان 30 يوما وإكمال رمضان 30 يوما، لأن الشهر قد يكون 30 يوما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم غم، يعني اختفى الهلال بسبب غيم أو بسبب مانع حال دونكم ودون رؤيته، اذهبوا إلى العلامة الثانية وهي إكمال شعبان أو رمضان 30 يوما، فيكون الشهر وافيا 30 يوما. فإن غم عليكم فاقدروا له، تفسرها الرواية الثانية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا معنى اقدروا له، أي أكملوا 30 يوما. اتضح من هذا أن الله يسر لنا في معرفة دخول الشهر وخروجه بإحدى علامتين، إحدى علامتين لا يجهلهما أحد من الناس، لا المتعلم ولا العامي ولا أصحاب الحساب ولا غيرهم. علامتان، الأولى رؤية الهلال، والثانية إذا لم يرى إنه يكمل الشهر 30 يوما، لأن الشهر قد يكون 29 إذا رؤي الهلال، وقد يكون 30 يوما إذا لم يرى الهلال. وهذا يدل على أن هذا الدين يسر وليس فيه حرج، وأن الإنسان لا يتكلف، ما يتكلف الإنسان، وإنما يعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد منكم الشهر يعني شهر رمضان، لأنه قال قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن شهد منكم الشهر أي المذكور وهو رمضان فليصمه. وشهود شهر رمضان يحصل برؤية هلاله. شهد يعني حضر دخول الشهر، وهو صحيح ومقيم، صحيح ليس بمريض ومقيم ليس بمسافر، أي أنه يجب عليه الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، صيام رمضان. ناخذ من هذه الأحاديث أولا أن الصيام
يجب برؤية الهلال، فإذا لم يرى فإنه يكمل الشهر 30 يوما. يؤخذ أيضا من هذه الأحاديث تحريم الزيادة على شهر رمضان بأن يصوم قبله يوما أو يومين على أنها من رمضان، هذا حرام لأنه زيادة على ما شرع الله سبحانه وتعالى. والله إنما أوجب عليك صيام الشهر فقط، ولم يوجب عليك زيادة أيام قبل الشهر. من شهد منكم الشهر شهر فليصومه، ما زيد عليه صوم قبله يوم يومين تقول زيادة خير، لا. ويؤخذ من هذه الأحاديث أن من كان له عادة صيام تطوع في آخر شعبان، يعني صادف آخر شعبان صياما كان يصومه تطوعا مثل يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو من عادته أنه يصوم 3 أيام من كل شهر وصادف آخر شعبان صيامه الذي كان يصومه تطوعا في سائر السنة، هذا يصوم على عادته لأنه لم ينوي أن هذا من رمضان وإنما نواه تطوعا. ويؤخذ من هذه الأحاديث تحريم صوم يوم الشك، وهو اليوم يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال لمانع حال دون رؤيته، فهذا اليوم يحتمل أنه من رمضان ويحتمل أنه من شعبان. ما دام يحتمل هذا شك فلا يجوز صيامه لئلا يزيد على شهر رمضان شيئا من غيره، فهذا فيه منع التكلف، وأن المسلم لا يتكلف ويقول هذا زيادة خير أو احتياط أو طاعة لله. الإنسان ما يتكلف وإنما يتبع اليسر ونفي الحرج، فإن رؤي الهلال يصوم وإما رؤي لا يصوم، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه إذا لم يرى الهلال يوم ليلة 30 فإنه يقدر له بأن يكمل الشهر 30 يوما ولا يصام، يكون هذا اليوم من شعبان، لأن الأصل أنه من شعبان، الأصل أنه من شعبان حتى يتبين ما يدل على أنه من رمضان برؤية الهلال، فنبقى على الأصل وهو أن هذا اليوم من شعبان. وفي الأحاديث أيضا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم حتى تروا الهلال، أن المراد ليس رؤية الجميع، وإنما إذا رآه واحد من المسلمين ولو امرأة، إذا رآه واحد فإنه يلزم الجميع الصوم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول قال صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد عند فطره، فمتى يكون الدعاء عند فطره أو بعد فطره؟ نعم، جاءت في الأحاديث، جاء في الأحاديث أنه يستحب الدعاء عند الإفطار لأنه عبادة، والدعاء مع العبادة وأداء العبادة أو بعدها حري بالإجابة، حري بالإجابة، فهو أفطر عبادة لله عز وجل، فيستحب الدعاء على أثر الصيام مثل الدعاء على أثر الصلاة إذا فرغ من الصلاة، إذا فرغ من الصيام، إذا فرغ من الحج، فيستحب الدعاء بعد العبادة. فإذا أفطر فقد أدى عبادة وهي صيام اليوم، فيستحب له أن يدعو بما تيسر له من الأدعية الموافقة للكتاب والسنة، أن يدعو لنفسه بالمغفرة، بالرحمة، بالتوبة، يدعو لوالديه، يدعو لإخوانه المسلمين.
نعم. وهذا يقول في دعاء القنوت عندما يثني الإمام على الله عز وجل ماذا يقول المؤمنون؟ يؤمنون إذا قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فإنه يقول سبحانك، يقول سبحانك أو يسكت، إما أن يقول سبحانك أو يسكت، ولا يقول آمين في مواطن الثناء على الله، يقول سبحانك أو يسكت. نعم نعم، عطنا غيره. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بلادي صامت قبل المملكة بيوم علما بأنها تعتد وتأخذ بالحساب الفلكي كما سبق في أعوام مضت، هل يجوز لي الفطر معهم أم مع المملكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون، تصوم مع المسلمين ولا تخالف المسلمين، فتتبع أهل بلدك ولا تفطر وهم صائمون أو تصوم وهم مفطرون، وإنما تكون معهم مع أهل بلدك ولا تخالف المسلمين. هذا مثل السؤال اللي قبله، في بعض البلاد صاموا قبل السعودية، إذا كنت في البلاد اللي صامت قبل السعودية صم معهم مع المسلمين، وإذا كنت في السعودية صم مع السعودية، أن تتبع المسلمين في البلد الذي أنت فيه ولا تخالفهم. نعم، إنما نجيب إلا على الأسئلة المتعلقة بالدرس، أما أسئلة من هنا وهناك ما لنا فيها شغل. هذا يقول هل للمكي عمرة؟ هل للمكي اللي يسكن في مكة له عمرة؟ نعم، مثل غيره له عمرة، لكن ما يحرم من مكة، يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة ويحرم منها إذا أراد العمرة. نعم. هذا يقول هل للصائم أن يتسوك بسواك فيه بعض المواد الكيماوية وبعض الروائح العطرة، أصله على طبيعته ورائحته الأصلية ما في مانع، أما المسواك المشرب بالطيب أو بمواد أخرى فيتجنبه الصائم، لأن هذا ما هو من طبيعة المسواك، هذا معمول فيه عمل، يتركه الصائم، يتسوك بسواك عادي من شجرته من أصله ما فيه تغييرات. هذا يقول ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ العمرة ليس لها طواف وداع لعدم الدليل على ذلك، طواف الوداع للحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج بأن لا ينفروا حتى يطوفوا للوداع، حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، أما المعتمرون فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطواف الوداع. اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة مرات واعتمر أصحابه، ولا ذكر أنه طاف للوداع للعمرة أو أنه أمر أصحابه أن يطوفوا للوداع، لكن من أراد أن يطوف هو زيادة خير، من أراد أنه يطوف للعمرة طواف وداع فلا مانع، أما أنه واجب عليه لا، ما هو واجب، هذا واجب في الحج فقط من واجبات الحج. هذا يقول رجل يشتغل في شركة وأمره المسؤولون فيها بأن يأخذ من لحيته وإلا طرد عن عمله، يا أخي أنت مسلم والمسلم يبتلى ويمتحن في دينه، أصبر على دينك ولا تأخذ من لحيتك، والرزق بيد الله عز وجل، الأرزاق كثيرة والشركات كثيرة والأعمال كثيرة، إذا ما تيسر لك تعمل عند هالشركة إلا بمعصية لا تعمل، لا تعمل بمعصية. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فتمسك بدينك، وإذا لم تجد عملا عند هالشركة فهناك أعمال أخرى، شركات أخرى، والحمد لله. هذا يقول هل ذكر الله أو تلاوة القرآن أو حتى حمل المصحف فيه حرج إذا كنت واقفا في المكان المخصص بدورات المياه؟ إذا أردت أنك تذهب لدورات المياه
تضع المصحف مع زميلك ولا مع أخيك، تضعه أو تضعه في مكان معروف لك وتروح لدورة المياه بدون المصحف، لأنه لا يجوز دخول الحمام بالقرآن، دخول محل قضاء الحاجة بالقرآن، وإنما يجوز في حاجة في حالة واحدة فقط، إذا خفت على المصحف، إذا خفت عليه أنه يسرق أو أنه يعبث به لا بأس أنك تحمله معك حماية له. أما إذا كان وجدت من تعطيه المصحف أو مكان تضع فيه المصحف فلا يجوز لك تذهب به إلى الحمام. أنا يسأل سؤال ما يعني، يقول هل الترجيح في مسائل الخلافية لأهل العلم أو حتى للمقلدين؟ ترجيح يا أخي عمل صعب ما يقوم به إلا أهل العلم الذين يعرفون الأدلة ويعرفون وجه الاستدلال ويعرفون الجمع بين الأحاديث أو النسخ فيها أو حمل المطلق على المقيد، هذه أمور لا يعرفها إلا العلماء. فأنت تسأل أهل العلم، إذا أشكل عليك شيء تسأل عنه أهل العلم، أما أنك أنت ترجح وأنت جاهل أو مبتدئ لا يجوز لك هذا لأنك ما وصلت إلى هذه الدرجة. هذا يقول أكلت مع الأذان الفجر هل الصوم صحيح؟ يا أخي إذا بدأ الأذان أمسك عن الأكل والشرب، لأن الأذان على طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فجعل أذان ابن أم مكتوم غاية للأكل، إذا سمعوه يمسكون عن الأكل. لماذا؟ لأنه يؤذن على الفجر. الآن المؤذنون يؤذنون على الفجر على التوقيت، فإذا سمعت الأذان أمسك عن الطعام والشراب لأنه قد طلع الفجر. هذا يقول إن بعض الناس يصلون مع الإمام التراويح العشر الركعات ويذهبون ويتركون الباقي، هؤلاء حرموا أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حتى ينصرف الإمام، أما أنك تنصرف قبل الإمام فهذا ينقص أجرك وتحرم من هذه الفضيلة قيام ليلة. فصل مع المسلمين، إذا كنت تريد الأجر وتريد يكتب لك قيام ليلة صل مع المسلمين حتى تنتهي صلاة التراويح. أما إذا كنت لا تريد الأجر أنت ونفسك على هواك، إنما تحرم نفسك، فصل مع المسلمين يا أخي ما داموا يصلون التراويح صل معهم وأنت على خير وعلى أجر، أنت جاي من الدور الأجر، من بعيد جاي من الدور الأجر، فلماذا تحرم نفسك وتنصرف والناس يصلون التراويح؟ هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا يقول هل يجوز لي الخروج من مكة إلى التنعيم لعمل عمرة أخرى؟ نقول يا أخي لا، بقائك في مكة أفضل من خروجك للعمرة، بقائك في مكة في المسجد الحرام الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، تلاوة القرآن في المسجد الحرام، الاعتكاف، الطواف بالبيت، هذه عبادات عظيمة أفضل من العمرة. ويجوز أنك تروح وتجيب عمرة، لكن تركت ما هو أفضل. أن تريد الأجر تبقى في المسجد الحرام أفضل لك من الذهاب للإتيان بعمرة. نعم. هذا يقول إذا كان الإنسان في المسجد ثم خرج من المسجد بنية الرجوع، خرج الحاجة يبي يتوضأ مثلا، يبي يأخذ حاجة من البيت أو من مكان ويرجع ناوي الرجوع، هذا في حكم الباقي في المسجد، إذا دخل ما يصلي ركعتين يجلس لأنه كأنه باق في المسجد، وإنما خرج لعارض يزول ويرجع، فهو في حكم الباقي في المسجد. وإذا صلى ركعتين زيادة خير لا مانع، لا مانع، لكن إذا جلس أيضا فلا مانع، لأنه ما خرج بنية المفارقة وإنما خرج بنية الرجوع إلى المسجد، فهو في حكم الباقي في المسجد. هذا يقول ما هي أقل مسافة
السفر المحوج للمرأة إلى المحرم، أقل مسافة كما جاء في الحديث مسيرة يومين للراحلة، مسيرة يومين للراحلة والمشي على الأقدام. السيارة اليوم تأخذ مسيرة اليومين في 80 كيلو، 80 كيلو يعني كل يوم 40 كيلو للراحلة. أما السيارة تطويها بسرعة، فإذا كان السفر يبلغ 80 كيلو فأكثر فإنه لابد من المحرم للمرأة، لأنه سفر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. هذا يقول: شككت في عدد أشواط الطواف، هل هي 6 أم 7؟ يا أخي، إذا شككت في عدد الأشواط ابن على الأقل وأكملها. إذا شككت هل طفت 6 أو 7، اجعلها 6، تجيب 7، تبني على الأقل وهو اليقين وتكمل طوافك. وكذلك الصلاة، إذا شككت هل صليت 3 ولا 4، تجعلها 3 وتجيب 4 وتسجد للسهو، تبني على اليقين وتزيل الشك والحمد لله. هذه قاعدة في العبادات، إنك إذا شككت فيها تبني على اليقين وهو الأقل. هذا يقول: بفضل الله لقد أتممت عمرتي، فهل لي أن أعمل عمرة لوالدي الميت، ومن أين أحرم؟ نعم، لك أن تعمل عمرة لوالدك الميت أو لغيره، وتحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من الحل خارج الأميال، ولكن كما ذكرنا كونك تبقى في المسجد الحرام وتتعبد فيه أفضل من الذهاب للعمرة لعمرة ثانية. وإذا أردت أنك تنفع والدك تدعو له، تكثر من الدعاء له في الطواف وفي دعائك لنفسك، تدعو لوالدك ويكفي هذا عن العمرة. إذا جيت مرة ثانية إلى مكة تجعل العمرة لوالدك، إذا جيت من بلدك مرة ثانية تجعل العمرة الثانية لوالدك أو لمن تريد. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أنه يكلم مخطوبته؟ لا بأس، الكلام اللي ما فيه شبهة ولا فيه ممازحة، وإنما هو كلام للحاجة يسألها عن شيء. أما الممازحة والكلام اللي فيه الذي فيه خضوع في القول، هذا لا يجوز لا مع المخطوبة ولا مع غيرها، ما يجوز إلا مع زوجك التي عقدت عليها. أما المرأة التي لم تعقد عليها فلا تمازحها ولا تكلمها بكلام حول الاستمتاع، هذا حرام. الله جل وعلا يقول لنساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، كلام للحاجة ما فيه إثارة غرائز أو شهوة، هذا لا بأس به مع المخطوبة ومع غيرها. والخلوة أشد، ما يجوز لك تخلو مع المخطوبة إلا إذا كنت عقدت عليها، إذا كان عقدت عليها الملكة هي زوجك، لك أن تكلمها ولك أن تخلو بها لأنها زوجتك. أما قبل أن تعقد عليها لا، الخطبة ما تبيح لك هذه الأمور. هذا يسأل عن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، هذا أمر جاء الحديث بأن هذا الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب وهو ما هو بحاضر وهو يدعو له بالمغفرة بالرحمة، أن الملك يجيبه ويقول: آمين ولك بمثله، الملك يأمن على دعائك لأخيك ويقول: ولك بمثله، يعني لك مثل ما دعوت لأخيك. فضل الله واسع سبحانه وتعالى،
هذا فيه فضل الدعاء للإخوان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الدعاء للمسلمين ولأقاربك ولوالديك بالخصوص هذا مستحب أن تدعو لهم مع نفسك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. هذا يسأل عن تفجيرات والتخريب، هذا لا يقوم به إلا أناس خرجوا عن البشرية إلى طور السباع والحيوانات، ليسوا رجالا وليسوا آدميين. هؤلاء مسخت عقولهم ومرجت أفكارهم فصاروا وسائل تدمير في المجتمع. والإنسان إذا فقد العقل وفقد الإيمان فإن الحيوان يكون خيرا منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا عمل قبيح وعمل لا يليق بالبشرية، فضلا عن المسلمين. المسلم لا يصدر منه أذى، لا يصدر منه أذى على الناس، وإنما يكون المسلم أداة خير وأداة دعوة إلى الله وأداة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالطريقة اللائقة. أما إنه يخرب ويفجر فهذا عمل الوحوش، بل الوحوش ما تعمل مثل هذا العمل. نعم. هذا يسأل عن فضل الطواف، الطواف المجرد اللي ما هو في عمره ولا حج، هذا طيب عبادة، الطواف عبادة ولو كان ما هو في نسك، ولو كان ما هو في عمره ولا في حج، تروح إلى المطاف وتطوف سبعة أشواط وتصلي بعدها ركعتين في أي وقت، هذا عبادة لله عز وجل. الله جل وعلا يقول وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، قدم الطائفين على غيرهم، ما يدل على فضل الطواف بهذا البيت. فطوف بهذا البيت متى ما تيسر لك من ليل أو نهار، وهو عبادة عظيمة لله عز وجل. وضحوا الكتابة، إذا بغيتم نجاوب على أسئلتكم وضحوا الكتابة، واللي ما يحسن الكتابة يخلي واحد يكتب له. أما الكتابة اللي ما تقرأ ما، هل يجوز وضع المصحف على أرض المسجد؟ نعم، إذا كان الأرض عليها فراش تضعه على الفراش لا بأس، أو تضعه على درج المصاحف هذا أحسن، أو تحمله معك. المهم أنك ما تضعه على الأرض على التراب، ما تضع المصحف على التراب، هذا لا ينبغي. تضعه على فراش طاهر، أو تضعه على درج، أو تحمله معك. نعم. هذا يسأل عن النقاب والحجاب للمرأة. المرأة مطلوب منها الستر الكامل، تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها. أما النقاب والحجاب هذا حسب عادة البلد، إذا كانت نساء البلد تلبس النقاب إنها تلبس مثلهم، بشرط أن يكون النقاب ساترا لوجهها ولا يبدو منه إلا العينين فقط. هذا هو النقاب، أن يكون ساتر للوجه ولا يظهر منه إلا العينين فقط. فإذا كان البلد يلبسون هذا فلا بأس. أما إذا كان عادة البلد يلبسون الحجاب الكامل الذي يغطي الوجه كله فإنها تمشي على عادة البلد ولا تخالف ذلك. هذا ما يقرأ. هذا يقول صمت مع المملكة وأعود إلى مصر قبل العيد، فإذا صامت مصر 29 يوما، يا أخي كما ذكرنا تكون مع المسلمين، إذا صاموا تصوم معهم، إذا أفطروا تفطر معهم، وإذا كان ناقص عليك يوم تقضيه بعد العيد، تصوم مع المسلمين وتفطر مع المسلمين، وإذا نقص عليك يوم تقضيه بعد العيد. هذا يقول أيهما أفضل، البقاء في مكة أم الذهاب إلى المدينة؟ كله لله الحمد كله خير، إن بقيت في مكة تصلي في المسجد الحرام هذا أفضل بلا شك، إن ذهبت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي تصلي فيه هذا أيضا طيب، كله طيب والحمد لله. نعم.
هذا يسأل إذا جاء الإنسان إلى مكة هل تسقط عنه السنن الرواتب؟ إذا كان يقيم في مكة أكثر من 4 أيام فهذا يأخذ حكم المقيمين، يكمل الصلاة، يتم الصلاة ويأتي بالرواتب لأنه انتهى السفر. أما إذا كان يقيم في مكة 4 أيام فأقل، هذا لم ينقطع السفر في حقه، فله أن يقصر، وله أن يقصر الصلاة، وله أن يفطر في رمضان لأنه مسافر، ولا يأتي بالرواتب. إذا قصر الصلاة إنه لا يأتي بالرواتب. لكن مسلم إذا كان مع المسلمين في الحرم صلي مع المسلمين ويكمل الصلاة ويأتي بالرواتب، لكن لو صلى وحده وهو مسافر يقصر. أما إذا صلى مع المسلمين فإنه حكمه حكم الإمام، إذا صليت مع إمام يتم الصلاة يلزمك الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المسافر يصلي خلف المقيم يتم الصلاة قال هذا هو السنة، قال تلك السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يتم معه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.